طالب كان نايم في محاضرة رياضيات في جامعة كولومبيا، والدكتور بعد ما خلص شرح قال له ان المحاضرة دي مش مكان للنوم، ولو تعبان ما تجيش، وسابه وخرج. الولد اتحرك جدا من الموقف ده، فلقى الدكتور كاتب على السبورة مسألتين، فراح نقلهم وقال انا هحل الواجب وارجع احاول اصالحه بيه. روح البيت وحاول يحل المسائل، بس لقاهم صعبين جدا، وفضل حوالي 5 ايام يحاول يحل فيهم ويدور في كتب ومراجع. لما الدكتور دخل المحاضرة بدا يشرح عادي جدا وما جابش سيرة الواجب خالص. فالطالب قال يعني انا بقالي 5 ايام مطبق عشان احلهم وفي الاخر ما يسالش عليهم؟ راح للدكتور وقال له يا دكتور انا حليت الواجب انت مش هتشوفه. قال له واجب ايه يا ابني؟ كانش فيه واجب اصلا. قال له حضرتك كنت كاتب مسالتين على السبوره عشان نحلهم. قال له لا ده انا كنت بشرح لزمايلك ان مش كل المعادلات الرياضيه ليها حل، وان المسالتين دول عجز العلم والعلماء عن حلهم. قال له ايوه بس انا حليتهم. وتسجل حل المسالتين دول باسم الطالب وتعلقت في الجامعه. كل الدكاتره بداوا يهتموا بالطالب ده، وبقى من اشهر علماء الرياضه، واسمه جورج داندسخ.